يقول السائل: ما حكم الدين في الدراسة في الجامعة المختلطة مع العلم وجود دعوة سلفية داخل نشاط الطلاب، وأنا أريد أن أدعو معهم داخل الجامعة وجزاكم الله خيرا؟ دراسة المختلطة بين الرجال والنساء لا تجوز. هناك جامعات ليست مختلطة تذهب إليها وتدرس فيها، أما الجامعة المختلطة فلا تدرس فيها، ولو كان بزعمك أنك ستقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، إلا إذا كان وجودك يترتب عليه عزل النساء عن الرجال، عزل الطالبات عن الطلاب. فإذا كان وجودك يترتب عليه إزالة المنكر هذا شيء طيب، أما إذا كان وجودك لا يترتب عليه إزالة المنكر والمنكر باقي والاختلاط باقي فلا تدخل في هذه الجامعة، التمس غيرها.